والله العلي العظيم باش نلحق درت 3 ملايين في وصلت 2 في انستغرام نقول لك حاجه ولا تاعهم تاعنا لا لا الفيديو ديال 3 مليون انستغرام ماشي حاجه سهله باسكو نقول لك الانتقادات وحاشاك السبان اللي يجي على ريسنا والناس باسكو لا سيليبريتي اتو نارما دوبل دوبل ترونجر على بالك لو كان تشوفي واش نعاني ويجي يجي واحد ما يعرفكش كاع يجي يجبد لك الاصل تاعك من الاول لاخر الوغ كاع ما يعرفك باش نقول ما نقولها السبان كاع اللي ديتو باش يجي واحد ما يعرف والو من حياتي يجي يدير لي انستغرام تاعي ولا يجي يحسد لي هل هذه التضحيه يعني هل العائد المادي يستاهل هذه التضحيه؟ يستاهل يعني التضحية. عائد كبير عائد مادي كبير ماشي ماهيش غير في العائد المادي هذه سيريوزمون لازم باسكو علاه جو ترافاي سبحان الله جو سوي اون تران ترافايي سي ان ترافاي سور سي اون اونتربريز انستغرام هذا سي ان ترافاي هذا وي سي ان ترافاي والله العلي العظيم سي ان ترافاي باسكو نقول لك لا تورتور مورال اللي عندك ولا بريسيون اللي عندك سور لي زيبول اي توي اوبليجي داكسبتي تو باسكو علاه باسكو انت يا معروف تو اوبليجي دو سوغيغ اي دو تو تيغ باسكو انت يا معروف تو بو ريان دير باسكو لو كان تقول عفسه يعني تدور عليك انتيا دونك وي دراهم يعني ديال فيهم ميديا راكي تمثلي يستاهلهم ماشي راكي تمثلي في الحياه الواقعيه تو اوبليجي تمثلي كاينين ديفوا